يا مساء السعادة والتفاؤل، وأهلا وسهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم إكسبلور. يا مساء النور بسمة، مساكم الله بالخير مشاهدينا. واليوم مثل ما عودناكم بيكون معانا أخبار وحصريات وضيوف مميزين، والحين خلونا نبدأ حلقتنا بهالعناوين. تصريحات نور الغندور وماجي بغصن برنامج إكسبلور. وشو يعني السي في للبروفيشنال؟ وضيفت إكسبلور أول سودانية بمسابقة ملكة جمال الكون. وشو صار معانا أنا وبسمة وليد في سكي دبي؟ هنختم مع أقوى توب 10 لأفضل الأغاني. يا سبب فرحتي يا ماسمني سكتي، صورة 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 لروحي وربي يعلم صبرة، كل حزن علاجي خسرة يا قلبي اسمع. كان يجيني بعز الهم وين الكان يواسي، هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان، هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. وهاي كانت عناوين حلقتنا لليوم، والبداية بتكون مع الأجواء الفنية وتحديدا الإيفنت اللي يقيم في أبو ظبي واللي جمع مجموعة من نجوم من أهمهم نور الغندور، ماجي بغصن، وزين وهيا كرزون وغيرهم من مشاهير الفن والسوشيال ميديا. وبالتأكيد وكالعادة تواجدت كاميرا إكسبلور بالإيفنت، وزي ما عودنا ليس على طول إنه دايما بيعمل لقاءات حصرية مع نجوم الساحة الفنية. خلونا نشوف التقرير وراجعين. نهى نبيل، أهلا وسهلا فيكي ومتألقة دائما. الله يسعدك، أهلا بليث وأهلا بالفجيرة ومتابعيها. هياكي، خبرينا عن الإطلالة أول شيء. أوكي، سو هذه الإطلالة تقدر إذا فيك تقول last minute option، لأنه تورطت بالفستان الأساسي فرحت رحت للباك أب بلان وطلبت من موقع وصل لي خلال ساعتين. The designer is Indian designer اسمه ماك موغال، وكثير تصاميمه حلوة affordable كمان، يعني هذا تقريبا حقه 4000 درهم وشيء. ما عندك مشكلة تقولي الرقم؟ لا ما عندي مشكلة. والجولري كمان من ديزاينر عراقية ان شاء الله. اول شيء نعرف السعر ولا لا؟ ها؟ نعرف السعر؟ لا هون غالي. اي تقريبا. طب اليوم نحن بوحي المكان اسالك ثلاث اسئلة بدي اعترافك، بعرفك جريئة. اوكي، لو كنت دكتور التجميل، مين الفنان او الفنانه او السليبريتي اللي بتختاري لحتى تعملي له تجميل؟ سولا اصاله، لانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل تجميل تسوي ناجح، فاي شيء راح اسوي عليها راح يطلع حلو. حبيت الاسم. اوكي، لو كنت دكتوره شو التخصص اللي بتختاري وليش؟ تجميل. كلكم تجميل. لانه اول شيء يجيب ما شاء الله فلوس وايد،
وثاني شيء الله جميل يحب الجمال، أنا أحب الجمال. طيب اعتراف، كم من عملية تجميل عملتي؟ عملية؟ بس من خالي، في أشياء قاعدة أدرسها يعني للحين ما سويتها. المهم إيز ميك أوفر بعد الولادة وهيك ما شاء الله اسم الله صاروا أربعة وما عملت ولا شيء. بس وشك ما تغير يعني غير الأنف؟ لا سويت بوتوكس فيلر رتوش إذا بدك الأشياء. حلوة صراحتك أنا حبيت. إيه عادي. نحن بوحي المكان عندي ثلاث أسئلة جريئة أكتفي بيهم، بس أنت جريئة لازم تجاوبي. لو كنت دكتورة تجميل، مين الفنان أو الفنانة اللي بتختاريها تعملي لها تعديل أو تجميل؟ لا أنا ما أختار واحدة أعملها تجميل، هي جميلة ما شاء الله وهي ظاهرة لدرجة أنه في فترة زمنية ما كل البنات قلدوها، المفروض تكون عرفتها مش لغز. طبعاً الجميلة هي فوهبي. لو كنت دكتورة شو التخصص اللي بتختاري وليش؟ ما تقولي لي التجميل. التجميل طبعاً، ليش في أكثر من التجميل بدخل مصاري هلأ ليه؟ والدكتور النفسي كمان بدخل فيه. لا والله في أصدقاء اليوم والله بيسمعونا من غير ما ياخدوا قرش علينا. اعتراف، كم عملية تجميل عملتي؟ عملت وشي أنفي، عملت أكيد عملت شفط بسيط يعني it's not major، في أشياء في جسمي ما كانت زعجتني، they call it stubborn fat اللي هو الفات العنيد أو الدهون العنيدة، وقاعد أفكر إذا حسوي شيء ولا لا. في دراسات؟ لا لا والله لا لا مبدئيا لا، يعني بعدين أنا قاعد أقول لما أحتفل بعيد ميلادي إلا إذا إن شاء الله يا ربي الله أعطاني عمر عيد ميلادي 50 مجهزة حالي لعملية. طب إيش هي؟ يعتمد من هنا إلى هذاك العمر إذا احتجتها طبعاً. ضايل لتصيري 50؟ لسه قدامي 4 سنوات وشيء. طيب هلا بدي أسألكم أسئلة من وحي المكان اللي نحن فيه، كونكم كمان صبايا بتهتموا بالتجميل كثير، فنبلش من عندك. لو كنت دكتور التجميل، مين الفنانة أو المشهور أو المشهورة اللي بتختاريها حتى تعملي لها تجميل؟ أوه سؤال صعب هذا، ما في حدا براسي هلا. لازم يجي اكيد خطر لك هلا واحد او وحده. لا عن جد فعليا ما في، لانه انا كل فنان او فنانه بشوف فيهم انه هن دائما محافظين على حالهم وابديت بموضوع التجميل، فلا ممكن اجيب زين كارازون. اوكي تمام. اعملها انفها مع انه انفها كثير حلو، بس هي مش مقتنعه فيه فبس. يس. وعندك؟ زي جواب زين صراحه. لا عن جد عم بحكي والله، يعني ما في شيء حدا مؤمن. خلينا نقول مين بتختاريها كايكون تعملي للناس مثلها تجميل؟ انجلينا جولي طبعا. وعرب؟ لانه انجلينا يعني يا دوب عامله تجميل، هي اصلا وجهها حلو كثير صراحه. عرب مين في كثير فنانات كلهم صراحه يعني، بس مين انا بحب؟ نور الغندور اي لاف هير، كثير بحبها، بحب جمالها، بحب تقسيمه وجهها. ماجي بغصن، يعني بدي اقول لك نجمة لبنان الأولى اليوم أو نجمة كمان لبنان بسوريا الأولى اليوم بشهادة رشا شربتجي. يا رشا حبيبة قلبي، من زمان بحبها وبعرف محبتها لإلي. هيك ممثلة، بحب اللي بعمله، بحب إنه بيوصل للناس وبيبادلوني المحبة، فالحمد لله. ما بدنا نروح بعيد، خلينا في يسار. كونك إعلامية فأنا بدي إياك تتقمصي شخصية يسار هلا وتحكي شيء للجمهور هون. لا ليك ما فيني، لانه يسار كاعلاميه نسويه ومتطرفه وعصبيه، يعني ما بدك هيك شيء انه ليه جايين على الحفل، ليه في رجال بالحفل، ليه مش نسوان بس بالحفل، شاء من شاء وابى من ابى يعني. يس. احنا عم نشهد بين الزملاء والفنانين محبه وزمالة، واللي عم نشوفه بينك وبين نور الغندور كمان في صداقة بعيدا عن الزمالة، ممكن نشوفكم يعني تتوج هاي العلاقة الصداقة بعمل مشترك بينك وبينها، لأنه كمان هي مع إيجل فيلم وإنتي إيجل فيلم. إذا بدي أمن بحدسة بقول لك أكيد حدسة، ما في شيء هلأ على النار مثل ما منقول، بس أكيد نور صديقة وزميلة وأخت مبسوطة بنجاحاتها، وعلى اللبناني منقول مكسرة الدنيا، وبدي بارك لك كثير على موفي هانيمون الشهر زي العسل لانه مكسر الدنيا. ثلاث اسئله اعترافات من وحي المكان، اوكي؟ لو كنت دكتور التجميل، مين الفنانه او الفنان اللي بتختاريه حتى تعملي له تجميل او تعديل؟
تعديل ما بعمل لحدا لأنه كل إنسان هو يعني متصالح بيكون مع شكله. أي حدا بيجي لعندي بستقبلهم كلهم. لو كنتي دكتورة شو التخصص اللي بتختاريه وليش؟ طبيبة نسائية، يعني اختصاصي التوليد لأنه كتير بحب هاي المرحلة. بدي اعتراف منك، هاد بسأله للكل، أكم عملية تجميل عملتي؟ بعمل تعديلات، عمل شفافة، ما بغير معالم وجهي، أنا بهتم كتير. بقول لك في بعمل هيدي التظبيطات والتعديلات وبسأل وكل ست ما بتعمل ولا أي عملية تجميل وبتحب شكلها أنا بحييها وبقلها أنت حلوة كيف ما كنت، المهم الإنسان هو يكون راضي. سألت مادي إذا ممكن يجمعكم عمل قريبا كونكم صديقات وبنفس الشركة. يجمعنا إن شاء الله. أكيد أنا قلت له أكيد طبعا. يجمعنا إن شاء الله. إحنا بنخطط لحاجة مش عايزين نجمع. الله إن شاء الله يا رب التوفيق بتستحقوا النجاح. نجاح العالمي يعني حلو واحد يكون يعني زي شهر العسل نمبر 1 عالميا. حلو صح صح. شو بتقولوا للكارهين اليوم؟ ما فيش كارهين. صراحة ليس بيعرف يسأل الأسئلة بطريقة صحيحة وكمان بيعرف يجيب لنا المعلومات من الفنانين اللي ما بنبقاش عارفينها. كلام صحيح بسمة، وبعد أنا وياك بننتهز الفرصة ومبارك لنور غندور على فيلمها الجديد شهر زي العسل. ده حقيقي. صراحة هو فيلم كوميدي لايت جميل جدا. بس ما أنا حاب أسأل سؤال بس مو بالحين، بخليه بعد البريك. تمام مشاهدينا بنطلع بريك سريع وبعدها اكسبلور بيكون مكمل وياكم، لا تروحون بعيد. ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم فقرات اكسبلور. أديب كنت عاوز تسألني على سؤال قبل البريك. صح. بس ما تتذكرين متى أول مرة سويت السي في حق نفسك؟ صراحة أول مرة أول ما تخرجت. حلو، مين ساعدك فيه؟ أختي. يا سلام. انت بقى عملته لوحدك ولا حد ساعدك؟ انا صراحه وقتها دخلت سويت سيرش على النت وحاولت اسوي سي في يكون بروفيشنال ويكون مرتب، بس عارفين بس ما شو المشكله؟ ان للحين في ناس تغلط في السي في وما تهتم ان السي في يكون بشكل مرتب او احترافي. عشان تي اليوم ضيفتي بتفيدنا وبتفيد المشاهدين في كتابه السي في الاحترافي. خلاص يا اديب انا هسيبك مع ضيفتك، بس الاول خلينا نشوف راي الناس ايه وهرجع لك بعدين. والله هو افتكر انه كتابه السي فيات عموما في بلد زي الامارات بيحتاج يكون السي في على درجه من الاحترافيه، يعني لانه الوظائف كثيره في مجالات مختلفه، فافتكر انه يعني لازم الواحد يكون يعني يكتب سي في احترافي. ان تروح تقدم على وظائف وما تلاقي رد والسبب يكون من السي في، يعني يفضل يكون طريقه كتابه السي في بطريقه احترافيه وطريقة تكون يعني منظمة، وإنه لأن النظام الحالي أغلب الشركات تكون حاطة نظام ذكاء اصطناعي عشان قراءة السي في وقراءة البيانات يعني وترشحك لهذه الوظيفة. ففي كثير من الناس لما تقدم ما يترشح لهذه الوظيفة والسبب السي في، لأن يكتب بطريقة غير احترافية وما يكون فيه خبرات معينة وما يكون فيه يعني اللي هو شكل معين لكتابة السي في، فيفضل هذا الشيء إنه يكون مكتوب في يعني يدرس في الجامعات والكليات يفضل عشان انه اللي يطلع من الدراسة يكون عارف او اورد يكون عنده سي في معين وعارف كيف يكتب وكيف يقدم. والله في بداية كنت اكتبه يعني عادي مع اني تعلمت من الطريقة، بس عقب بديت يعني اضيف بضيف الدورات التدريبية اهم شيء والخبرات بالنسبة لي انا يعني كشخص اشتغل في اكثر من مكان. من بعد ما شفنا آراء الناس حول موضوعنا بالتأكيد نحتاج نتعرف على الطريقة الاحترافية في كتابة السي في عند التقديم للوظيفة. راح نتعرف ونتناقش ونتعرف على تفاصيل أكثر مع استشارية الموارد البشرية ليلاس المكي. حياك الله ومرحبا بك ليلاس. أهلا مساء الخير ليلاس. مبدئيا بعرف منك شو الطريقة الصحيحة اللي نقدم فيها أو نكتب فيها السي في مالنا؟ لا الصراحة يعني الأفضل دائما ما نقول إنه في طريقة صحيحة وفي طريقة خطأ، بس في يعني ستيبس ممكن نحن دائما نتبعها لحتى تخلي السي في تبعنا افضل من غيره.
في كتير قصص ممكن إنه نحنا نكون في عنا صورة تبعنا كتير مهمة هي القصة، إنه يكون عنا صورة بروفيشنال، ما تكون صورة سوشيال ميديا، ما تكون يعني بطريقة مش واضحة. فالصورة كتير مهمة بالسيفي، وكمان يكون عندي كل المعلومات اللي إلها علاقة بهذا بهاي الوظيفة اللي أنا عم أقدم عليها، كون موضحة فيها إنجازاتي، كون موضحة فيها الخبرات الدراسة، ومختصرة قدر الإمكان. كل ما كانت يعني السيفي واضحة ودايركت تو ذا بوينت بيكون افضل. طيب مختصره يعني خلينا نقول قد ايش يعني مختصره؟ يعني ما مفضل تتجاوز صفحه ونص، قد ما كان ونص. عندي خبرات وقد ما كان عندي كورسات عاملتها ودراسات، دائما اختصر، حط بس الضروري يلي مهم يعني لهالوظيفه اللي انا عم اقدم عليها. ليلى شفتك ركزتي على موضوع الصوره، ان هي لازم تكون صوره بروفيشنال، ما تكون صوره السوشيال ميديا. يعني الحين لو انا قدمت سي في في صوره، في السي في ما في صوره، اللي ما في صورة ما راح تشوفينه؟ لا بلا، ممكن طبعا، بس الأفضل إنه يكون في صورة. بس في كتير سيفيات ممكن توصلنا بدون ما يكون في صورة، بس عم أقول في حال اخترنا إنه نضيف صورة فالأفضل تكون صورة بروفيشنال، ما تكون صورة يعني ما مش احترافية. صحيح. الفترة الأخيرة نسمع ناس تقول إحنا نقدم السي في مالنا بس ما نشوف رد، فشو المشكلة؟ ما في نتيجة في السي في يعني؟ صح. لا، في عدة أسباب طبعاً. في كتير ناس، وأنا بيوصلني هذا يعني السؤال كتير، إنه عم نقدم ما حدا عم بيرد علينا. طب يا ترى نحن قبل ما عم نقدم هل عم نقرأ هالوظيفة يلي عم نقدم عليها؟ هل عم نعرف فعلاً شو المطلوب؟ هل عم نقرأ الوصف الوظيفي أو الجوب ديسكريبشن لهي الوظيفة لحتى أعرف شو المطلوب بالضبط، شو المتطلبات، شو البوينتس المهمة اللي لازم تكون موجودة عندي بالسي في؟ فأنا لازم أول شيء يعني حط شوية وقت أو خصص شوية وقت لأقرأ تماماً شو مطلوب للوظيفة، وبعدين قدم على الوظيفة، عدل السي في على أساس الوظيفة المتاحة. زين، شو هي النقاط اللي لازم الشخص يعتمد عليها اللي هي تلفت نظر قسم الموارد البشرية؟ لا، في كتير نقاط، بس برجع بقول أنا إنه نحنا كل سي في بدنا نقدمها بدها تكون يعني بناء على الوظيفة اللي عم نقدم عليها. بس بشكل عام يكون في عندي دائماً سامري، أول شيء اللي هو البروفيشنال سامري، احكي فيه باختصار لمحة عني أنا، عن البروفايل تبعي، عن خبراتي، ولكن باختصار يعني 3 أسطر. وبعدين يكون في عندي الشهادات أو الدراسة، الخبرات، الإنجازات والمهارات، ولكن تكون كلياتها بطريقة مختصرة واضحة موضحة شو اختصاصي أنا يلي له علاقة بهالوظيفة اللي عم أقدم عليها. طيب الحين السمري اللي الناس يعني يتوهقون فيه ما يعرفون شو يكتبون، فأعطينا نصيحة منك إنه شيء مختصر مفيد. يعني أنا لما أحد يقول تكلم عن نفسك في السي في ناس وايد ما تعرف تتكلم عن نفسها، شو نتكلم، شو نقول؟ هلا السامري كمان طبعا بده يكون حسب كل اختصاص، بس أنا كتير بفضل يعني بشوف مرات كتير سيفيات بتوصلني بيكون السامري فيها مش واضح، يعني مثلا أنا I have 10 years experience، I can do this، بقدر اشتغل مثلا لمدة لساعات طويلة، أنا في عندي مهارات كتير مهمة، بس ما فهمت شو الاختصاص تبعه. يعني أنت عندك experience بشو؟ شو اختصاصك، شو خبرتك؟ يعني دائما يكون التايتل موجود بهذا السامري، لحتى انا لما عم بقرا السي في مثلا انا عم دور على حدا يكون اختصاصي تسويق، فشوف هاي الكلمه يعني هدول الكيوردز يلي مهمين بالنسبه لي كمسؤوله موارد بشريه، فدائما نركز على الكيوردز تكون هامه لهذا البوزيشن لحتى الفت نظر الشخص يلي عم يقراها لحتى يقدر يكمل السي في، وبالتالي نروح للنكست ستيب يلي هي الانترفيو. جميل. نشوف وايد ناس الحين اساسا تلجا للسوشيال ميديا او الناس اللي يقولون نحن نسوي لك سي في، تعال عندنا نحن نسوي لك سي في كامل مكمل، بس ياسين يشتكون من اسعار الناس هذه، يقولون اسعارها وايد مبالغ فيها. صح. فشو الطريقه الصحيحه ان نحن نكتب سي في كامل بدون ما نلجا لاحد؟ تماما، يعني هو في خطوات نحن لازم نقرا اول شيء. للاسف تعرف ليش هدول الناس بيصير فيهم هيك؟ لانه هن ما بيحبوا يعني يخصصوا وقت يبذلوا فيه شويه مجهود لحتى تطلع معهم سي في احترافيه. يعني انا بفضل اني انا اروح اقول لحدا اعمل لي اياها وخلص، انا ما بدي ابذل اي مجهود، انا بدي ابعث السي في تبعي والشركات يردوا علي. بالضبط. طب ما انت ابذل شويه مجهود، اقرا اكثر عن مثلا هالشركه اللي عم تقدم عليها، حاول تشرح اكثر عن خبراتك، تفهم انت خبراتك لحتى تقدر تعبر عنها بالسي في.
تعرف شو مهاراتك الحقيقية لحتى تقدر تكتبها بالسي في، ونتابع شوية ستيبس مثل أنا اللي بحكي عنها دائما، إنه يكون في عندي سامري، يكون في عندي خبراتي باختصار مع ترتيب السنوات من الأحدث إلى الأقدم، دراسة كمان مع ترتيب السنوات مع ذكر اسم الجامعة، يكون في عندي إنجازات اللي حققتها بكل مكان، ومثلا بالنسبة للناس اللي بتشتغل بالسيلز يفضل يكون فيها نمبرز، يعني قول حققت تارجت بنسبة كذا مثلا بالشركة الفلانية. فدائما يكون في القصص المهمة اللي أنا عملتها، وليس أنا بس عم عبي كلام وبس عم عبي فراغات. طيب الحين كتبنا سي في، سواء أنا كتبته أو شخص كتبه لي، خل نروح للخطوات الثانية. الحين شو الأحسن، أقدم ورقي ولا أونلاين أو إلكتروني؟ والله هلا أنا في كتير من متابعيني بيقولوا لي قدموا ورقي ومشي الحال يعني ولقوا فرص، ولكن هاي الفرصة ضعيفة، لأنه الشركات يعني أنت لما بتروح على الشركة بدق الباب تجي بتعطي السي في، مين حيستلم هاي السي في منك؟ الريسبشن، شخص الريسبشن أو الأدمن، و90% ما بيوصلوا السي في للشخص المسؤول، عرفت؟ فأنا يعني كنت باحتمالية أنه هالسي في تبعي ممكن توصل وممكن 90% ما توصل. فلهيك كتير شركات في عندهم مواقع توظيف، في عندهم صفحات يعني على مواقع على المواقع تبعهم، انه ممكن انا اقدم دايركت على هي الوظائف، ممكن اقدم عن طريق مواقع التوظيف مثل لينكد ان وكتير غيرها. فانه ليش انا بدي اروح يعني دور على شركات ودق الباب وجرب بعدين حدا ممكن ياخذ سي في وحدا لا؟ فانا دائما مع انه نقدم السي في الالكتروني، وممكن نبعث مسج بعدها نشرح فيها عنا، او كفر ليتر نعبر فيها عنا اذا في اي شيء مش مشروح بالسي في انا اضيفه بكفر ليتر، وضح اي مثلا جاب اذا عندي بالكارير، فمكان مثلا فتره سنوات ما اشتغلت فيها، فممكن وضح هذا الشيء كمان بكفر ليتر او مسج. ف يعني الافضل بعتقد من السي في الورقيه. الفتره الاخيره نشوف الناس اتجهت لللينكدين اكثر من قبل، فهل هو يعتبر سي في ولا لا؟ هو لينكدين خلينا نعتبره منصه بروفيشنال، يعني لحتى انا ابني علاقات لها علاقه بالبزنس. فهو انا كثير بيقولوا لي انه عم نقدم عن طريق لينكدين وما في اي رد على الوظائف. لينكدين في له طريقه للاستخدام، هو انه نحن نبني علاقات فيه، نروج لحالنا كيف السوشيال ميديا، كل ما انت روجت لحالك ونزلت بوست وتفاعلت كل ما انت حتنعرف اكثر، صح؟ صح. نفس الشيء لينكدين، لينكدين كل ما انا كنت اكتف ونزلت بوست الى طبعا بروفيشنال له علاقه بالبزنس، باخبار البزنس، شيء له علاقه بدراسه انا درستها، كورس عملته، هاد كله بيخلي البروفايل تبعي دائما يكون ابديتد وفيزبل للشركات ولا مسؤولين التوظيف. فوقتها حيفوتوا على البروفايل تبعي يشوفوا انه هذا الشخص شو عنده، ممكن يلاقوا بقى انه البوزيشن تبعي مناسب لهم لبوزيشن هنا عم يدور عليه. وبنفس الوقت كمان لينكدين بيتيح لك انك انت تقدم دايركت على فرص العمل، وممكن الشركات تفوت وتعمل داونلود للبروفايل تبعك، فهو يعتبر يعني قريب من السي في، ولكن ما بيكون فيه معلومات كثيره مثل ما بيكون مركزين فيها بالسي في. حلو، خلينا نتكلم شوي على تصاميم السي في. في ناس ما شاء الله تصمم السي في تصمم بيت، وفي ناس خلاص القليل المختصر بس يكون شيء فيه فايده يعني، فشو تفضلين انت؟ لا انا مو مع تصاميم السي في نهائيا. السي في ما لازم يكون فيها اي تصميم، اي الوان، اي خطوط، اي رسوم، لانه بتشتت القارئ، عرفت؟ الا اذا انا كنت مثلا ديزاينر، مصمم، مصور، بدي أعرض شغلي، فممكن أعمل بورتفوليو، صح، يكون مرافق للسي في، أعرض فيه بقى بقدر أعمل أي تصاميم بدي إياها، ولكن السي في بدها تكون مختصرة، لون واحد، خط واحد، to the point، فيها النقاط بس الضرورية لهي الوظيفة، ويعني تشرح عني باختصار النقاط المهمة. طيب الحين أكتب سي في وأجهزه عشان أرسله للشركات، يفضل بيكون باللغة العربية ولا الإنجليزية؟ إذا عم نحكي نحن بالإمارات يفضل تكون باللغة الإنجليزية، لأنه كمان بنعرف كل شركة فيها يعني الأشخاص، وغالبا الأقسام الموارد البشرية بيكون فيها ناس تحكي اللغة الإنجليزية، فحتى اللي بيحكي اللغة العربية حيقراها يعني يفضل أنه تكون يستلمها للسي في باللغة الإنجليزية، فأنا أفضل تكون باللغة الإنجليزية. ولكن
يكون في عندي نسخة يعني باللغة العربية، في حال انطلب مني إنه بدنا سي في باللغة العربية مثلا بسبب ما مثلا شيء له علاقة بهالوظيفة اللي عم أقدم عليها، فوقتها ممكن إني أنا أبعت اللغة العربية. ولكن ممكن اللغة العربية لو أنا بعتها لشخص ما بيحكي عربي فممكن يتجاهلها وما يقراها اصلا، يعني عرفت، فممكن اخسر الفرصه. صح. ليلى سبا، اعرف منك شو اغرب سي في وصلت؟ هلا كثير بيوصلني سي في الصراحه، بتكون ممكن تكون طويله كثير، 4-5 صفحات فيها معلومات كثير، كانه يعني انا كاني كاتبه، مش كاني كاتبه سي في، عرفت يعني كل سطور ورا بعض، which is انه انا يعني no way اني اقدر أقضي وقت أقرأ كل هاي السي في. ممكن السي فيات بتكون فيها كتير رسومات، صور، يعني في ناس بتبعت صورها مرافقة للسي في، يعني إنه ليش مثلاً الرول ما له علاقة بموديلينج مثلاً، عرفت؟ فليش عم تحطوا صوركم؟ فدائماً بدنا نعرف إنه السي في لازم تكون مختصرة، ما تتجاوز صفحة ونص، فيها المعلومات المهمة وتكون سيمبل. طيب أنتم مدة قراياتكم للسي في قسم الـ HR كم المدة اللي تعطونها لكل سي في؟ هلا الصراحة نحن لما بننزل رول، يعني بتعرف أنت عدد المتقدمين، أنا ممكن بساعتين يجيني فوق 1000 سي في، فلحتى أقدر أعطي وقت ما بقدر أتجاوز نص دقيقة للدقيقة. يعني اختصروا كلامكم يا جماعة وأعطونا المختصر تمام. المفيد. يعني النص دقيقة لدقيقة فعلا لحتى يعني هاي السي في تلفت نظرك أو لا. إذا لفتت نظرك كملت واستمريت وحكيت مع الكانديديت وبعدين عملت انترفيو. أو إذا لقيت إنه فعلاً في تشتت وفي قصص ما أنا واضحة والبوينتس أو الكيوردز اللي أنت عم تدور عليها مش موجودة، رح تتجاهل السي في. جميل. أبا منك نصيحة أخيرة للمشاهدين. مثل ما كنا عم نحكي تمام، إنه نكون دائماً نحن نعمل سي في تكون واضحة مختصرة، الخط واضح، ما يكون في عندي، وهي شغلة صح نسيت أحكيها، إنه ما يكون في عندي سبيلينج خطأ. دائماً هذا الموضوع كتير بيكون، خاصة مثلاً حدا بيقدم لي على English teacher بس بتكون السي في كلها أخطاء لغوية أو إملائية، فدائماً نحن نعطي وقت نقرأ أكثر، تكون عندي السي في مختصرة، يكون فيها إنجازاتي، يكون فيها الخبرات مرتبة، سنوات ترتيبها من الأحدث للأقدم، يكون فيها مهارات، ويكون فيها summary يوضح بس أنا شو البوزيشن تبعي وشو المهارات باختصار. ليلى المكي، شكرا لك على المعلومات الجميلة ونورتينا في استوديو اكسبلور. شكرا كثير لك، وشكرا للكل ولتي في الفجيرة، وبتشرفت فيكم كثير. شكرا لك. إذا مشاهدينا اكسبلور بعد مكمل وياكم، بس بعد البريك بتشوفون تجربتي أنا وليث وبسمة في سكي دبي، خلكم ويانا. رجعنا لكم من جديد، ودلوقتي هتشوفونا احنا الثلاثه في سكي دبي، انبسطنا جدا وكانت من اجمل التجارب الصراحه اللي عملناها. صدق بسمه من احلى التجارب اللي سويناها، خصوصا ان احنا داخلين على الصيف ودرجه الحراره كانت ماينس 4. ده حقيقي. بالعربي احنا تجمدنا يا بسمه. ده حقيقي. زين مشاهدينا، تعالوا خلينا نشوفوا يا بعض تجربتنا وشو اللي صار فيها وراجعين. مساء الخير يا جماعة، كيف الحال؟ نحن اليوم في مكان رائع، احنا وين؟ في سكي دبي. جايين نستانس وكل تحديات بيني انا وبسمة وليل. هتجربوا فيا، هنركب التلفريك مع بعض. بنركب انا يعني مش متحمس للتلفريك. لازم نجرب كل شيء علشانكم. اكيد لازم نجرب. احلى شيء الحين ان احنا ناكل وندفع عمارنا. برد نعم. يعني انا مش يعني مش هحكي شيء، انا بس باكل. الصراحه كنت جعانه جدا، سعانه جدا، وكنت عايزه اشرب اي حاجه، فحاسه ان انا عايزه اكل كل الحاجات دي كلها بقى. يعني حسينا بجو الشتاء، يعني بالامارات حسينا بجو الشتاء، فتعالوا جربوا يا جماعه ضروري.
صراحة يا بسمة تجربة وايد حلوة وحماسية، وبالذات إن أنا قدرت أطلع الطفل الموجود داخلي. ده حقيقي، عايزة أقولك إن سكي دبي فعلا خلتنا نعيش أجواء إن إحنا سافرنا أوروبا وفي تلج وفي سقعة وإحنا أصلا داخلين على الصيف. أصلا بسمة لو لاحظتي كل الموجودين كل واحد حسينا طفل، يعني ياس يطلع اللي فيه وهو مستانس. ضروري نكررها يا قديم. بس قولي، في شخصية ملهمة تأثرت بيها وبنجاحها وبالوصول للهدف بتاعها؟ أكيد يا بسمة، منو فينا ما تأثر بشخصية مشهورة؟ مثلا عندك شاروخان الفنان الهندي، يعني واجهتها واجد عقبات في حياتها بس تخطاها. عندك جي كي رولينج بعد مؤلفة أفلام هاري بوتر، يوم سوت العمل ما حد بيشتريه من منتجين ولا شركات، ومع ذلك نجحت. أنا لاحظت أن الملهمين اللي عندهم قصص نجاح عندهم يعني حاجة مشتركة، هي التركيز على الوصول للهدف. مهما كانت الظروف بيعدوا كل الصعاب ويوصلوا للهدف ومهم ينجحوا. المهم بقى يا أديب أن أنا ضفتي النهاردة عندها قصة نجاح وهي فخورة بنفسها، وإحنا كمان فخورين بيها، ممكن تكون ملهمة لبنات كتير. يا سلام، أنا وايد تحمست أعرف موضوعها لأن أنا أحب اللي عندهم قصص نجاح. بس ما أنا بخليك بروح أتقهوة وأشوفك بعدها. خلاص يا أديب، مشاهدينا خلونا نتعرف على ضيفتنا وخليكم معنا. على الرغم من التحديات والانتقادات الكتير اللي واجهتها، إلا إنها قدرت بإصرارها وإيمانها بحلمها إنها توصل للتصفيات النهائية في مسابقة ملكة جمال العالم، وبكده أصبحت أول فتاة سودانية تشارك في النوع ده من المسابقات. البلوجر السودانية تسابيح دياب، أهلا وسهلا بيك في إكسبلور. أهلا، مرحبا، منورانا. بنورك والله يا حبيبتي، تسلمي. خليني أقول لك بالبداية كده، أعرف منك جات لك منين فكرة مسابقة ملكة جمال الكون؟ إزاي؟ الفكرة كلها بدأت بأنه حبيت أنه أوصل فكرة الجمال ما عنده شكل معين، ما عنده مقاييس معينة، لأنه كبرنا ودائماً الجمال عنده مقاييس معينة، أنه أنت لازم يكون لونك معين، لازم مقاساتك معين، لازم طولك يكون بالشكل ده. ده حقيقي. فأول ما قدمت أصلاً وجاتني الفكرة، it's like just I wanna change this idea، أنه عايز أغير الفكرة دي. قدرت تغيريها؟ جداً. يعني لما أشوف بنات تينيجرز وبنات في عمري وأكبر مني أقابلهم يقول لي أنه أنا ما كنت بقبل بلوني، أنا كنت بحاول أنه أعمل كريمات أفتح لون شوية، أو مثلاً أنا ما بحب شعري الكيرلي، بس أنت اديتيني حافز واديتيني دافع أنه لا، أنا أحب شكلي زي ما أنا. أثرتي عليهم فعلاً. يس، دي يعني بحس بسعادة أنه يس انت قادره تغيري وقادرين انه يحبوا شكلهم زي ما هم. especially انه I grow up كنت overweight، كنت عندنا اللي هو المنتلتي بتاعت لازم تكون لونك فاتح، تكوني شعرك ناعم، اعمل استشوار، سوي كده، عينك ملونه، exactly. لونك ابيض، yes, حاجات yes. كده رولز. فلما كبرت كان الموضوع شويه عامل لي عقده، يعني انه لا، انا عايزه دائما اعمل دايت وانحف، انا عايزه انه يكون شعري منظره معين عشان القى الاكسبتنس من المجتمع. بعدين بديت أتعلم أنه لا، أحب نفسي من غير فلاتر سناب شات، أحب نفسي من غير ما أنا أحط فاونديشن وباودر وكذا، أحب نفسي حتى لو شعري منكوش، أوكي يعني I can do my hair، بس لا، ممكن كمان تطلع وهو منكوش عادي. طب إيه رأي أهلك وحبايبك وصحابك اللي حواليكي؟ رد فعلهم كان إيه؟ أنا إنسانة ما كنت بشارك، يعني أول ما وصلني الإيميل بتاع الأكسبتنس والكونتراك والحاجات دي كلها من شهر 2، بس أنا ما تكلمت في الموضوع إلا شهر 10. إذا أنت ما قلتي لهمش ولا لأي حد. I was getting ready losing weight، بجهز للمسابقة، بشوف المتطلبات بتاعتهم، لأنه بيبعتوا لك يعني لسته طويلة فيها حاجات كثيرة مفروض أنت تجهزها للمسابقة. فما حبيت أشارك الخبر مع أي إنسان، لأنه to be honest ما كنت مصدقة. خفتي تفشلي؟ شديد، كنت خايفة شديد. فما حبيت أشارك الفرحة بتاعتي مع أي إنسان لحد اللحظة اللي هو خلاص توصلني التيكت، كل حاجة وكل حاجة، عشان يعني كنت اللي هو
لا، الجمال عنده مقاييس معينة، والمقاييس دي صح. انت كبرتي وبتسمعي من اي زول حواليك بقول لك انه انت ما فيك المقاييس دي صح. فكيف مسابقة جمال عالمية قال لك اوكي انت حلوة انوف انه انت تكوني معانا؟ فما كنت، لا ما كنت في البداية ماخذ الموضوع بطريقة سيريس تو بي اونست. ايه اصعب تحدي واجهتيه وانت بتسعي للقب ملكة الجمال؟ في ستيجز، في ايام ملك يعني مس جلوبال نفسهم بتكون اللبس اللي انت حتلبسيه ومنهم وفي ايام تانية بعتن لنا لستة انه احنا نجهز الملابس بتاعت اليوم ده اوكي، والاي حاجه انت بتلبسيها الميك اب يور بيهافير الاسلوب بتاعك الاتيتيود كل حاجه بيكون عليها بوينتس عشان انت تتاهلي للنهائي صح. فكان الحاجه اللي واجهتني صعبه اللي هو to find a designer to sponsor me. ايه التحديات الثانيه اللي قدرتي تعدي منها؟ مرطه وانا هناك for 10 days. اول ما وصلت الاجواء كانت صعبه شديد، يعني كان هنا في الامارات كان شتاء وهناك كان قمه الصيف. فاول ما وصلت اول يوم، ثاني يوم على طول اتحركنا من فيتنام لكمبوديا ورحنا بالباص عشان انه كده تكون يعني تكونكت ويذ ذا كنتري ويشوفوا احنا كيف وي اكت في الباص وكيف احنا وي سوشيالايز ولا لا. فال 16 ساعه دي وصلت الاوتيل انا مرضت خلاص مرضت تماما واشتكرت انه حيكون في اهتمام انه اوكي دلع شويه كده اللي هو فيش دلع لا خالص، انه كل يوم لازم نصحى الساعه 5 صباحا نكون ريدي في اللوبي. طول اليوم بيكون عندنا اعمال خيريه، تشاريتي جالا، هيقلي تسابيح، لازم تكوني طول اليوم مبتسمه 24 ساعة مبتسمة 24 ساعة. وبعدين في آسيا لأنه هو كان في فيتنام وكمبوديا ففي الدول الأسيوية دائما بيقدروا المسابقات بتاعت الجمال، فكل ما إحنا يشوفوك أنت لابسة الساش يتصوروا معك ولا، وبيكون عندهم صور بتاعتك مخدينها من السوشيال ميديا they support you، اللي هو أنت ما بتعرفيهم they are from a different whole nation بس they support you وعايزين ياخدوا صور معك وكذا. فده كان الموضوع صعب. أثر عليكي نفسياً؟ لما تفضلي 24 ساعة؟ لا تعبت شديد. أنا كان عندي فقرتين في اليوم لازم أبكي صباح وآخر اليوم قبل النوم. أنا عايزة أفصل يا جماعة، سيبوني أبكي شوية. سيبوني أبكي شوية. لا، وفي يوم بتذكر كنا قاعدين في charity جالا، كان إيفنت خيري كده للأيتام في كمبوديا، وكمية الـ يعني الصحف وكمية التصوير وكمية الناس وكذا، أنا كنت كل ساعة بدخل الواش روم بقعد بعيط وبمسح كده وعدل الميك اب وأطلع، لأنه no one care they want you to smile always to be looking good، الميك اب بتاعي كويس. حتى واحدة من الصعوبات في يوم أقمع علي وتعبت، درجة حرارة ارتفعت ومرضت شوية، ولما يعني صحيت كده وبتاع، فالأورجانيزر بتقول لي don't worry، ولأنه كان بيصوروا برضو يعني أنا ببكي وتعبانة وهم بيصوروا أو هي بتقول لي don't worry your makeup is perfect you look perfect don't worry everything is on point. طب أنا بموت لا everything is on point don't worry makeup كويس. إيه تاني عقبات واجهتيها في المسابقة؟ الكوميونيتي نفسها. إنه البنات اللي موجودين هناك يعني أوكي أنا اشتركت يا دوب جاتني الفكرة في أقل من ساعة وحبيت إنه أغير حاجة بيها معينة حتى لو ما فزت، بس إنه أوصل يس أنت لو سمرة، أنت لو أورتك كبيرة شوية، أنت لو طولك مش طويل، أنت يمكن. طبعا معروف مسابقات الجمال ليها مقاييس yes. تسابيح دياب غيرت المقاييس؟ صراحة يس غيرت المقاييس. ازاي غيرت المقاييس؟ من ناحية أنا أول سودانية تشترك في مسابقة جمال عالمية، فحسيت إنه أنا أديت بنات بلدي like أبوش إنه we can نكون في ستيج عالمي، we can نكون في قنوات عالمية، جرايد عالمية. أنت سمراء، لا سمارك دي حاجة حلوة، سمارك نفس الجمال yes. وما كانش الجمال كله برضه exactly thank you so much. أنت بتتكلم سوداني، يعني أنا مثلا بحب أتكلم سوداني، بعرف أتكلم لهجات تانية بس بحب إنه أتكلم سوداني وأخلي اللي قدامي يعرف لهجتي ويفهمها. فأيوة حتى لو أنت بتتكلم سوداني
مش صيني يعني عادي حيفهمونه ولغة حلوة. إنه عادي أنت حتى لو ما لبستي بيكيني وحتى لو أنت عندك مستوى بتاع لبس أو حشمة معين it can be accepted as much as إنه أنت عندك الإديوكيشن الكافي إنك أنت تدخلي كل مكان عقلك فيه العلم الكافي إنك أنت تعرضيه للناس اللي حوالينك. صح. فما في حاجة صعبة لو أنت آمنتي بنفسك إن you can do it. لا ما في أي حاجة صعبة ولا جنسية ولا أي شيء بوقفك. بعد مسابقة الجمال أكيد في دور لازم بتقومي بتقدميه للناس. إيه دورك حاليا؟ دايما ملكات الجمال الدور بتاعهم بيكون اللي هو دايما عندها علاقة بالسوسايتي ورك اللي هو مثلا مشاريع خيرية إنه دعم المشاريع والحاجات دي. فأنا حاليا من ما أنا رجعت في مشروع أنا شغال عليه هو الدعم it's for women empowerment بس related أكتر للمنتل هيلث لأنه لاحظت إنه في دولنا عموما العربية ما في تركيز على الصحة النفسية وخصوصا السيدات بيكون عليهم ضغط كبير شديد على المجتمع. فشغال حاليا على حاجة اسمها Sisterhood Support Group دي يعني جروب للوومنز بتقابلوا فيه وبتناقشوا فيه على المشاكل بتاعتهم بيكون فيه دكتورة نفسية تسبورت دم نفسيا عشان تأتشيف يعني يعمل حاجات. بعمل دعم للمشاريع البادئة السودانية لأنه في نازحين كتار شديد جو من السودان هنا فبيحاولوا يبدوا مشاريع فبحاول إنه أستقل المنصات بتاعتي بتاعت السوشيال ميديا إنك أنت تساعدي والدعم يس وشغالة على حاجة تانية بس دي مفاجأة إن شاء الله. يعني ملكة الجمال مش بس لقب هو دور؟ لا ولا هو الناس فاكرين ملكة الجمال بيختاروه بالشكل دايما بيجيني اللي هو أنت ما حلوة يعني إنه في أحلى منك هو اختاروك ليه. فلا هو ملكة الجمال مش بس بالشكل مش بس باللقب في مقاييس كثيرة عليها اللي هو الإديوكيشن بتاعك التعليم الإنجازات بتاعتك اللغات اللي أنت بتتكلمها حاجات كثيرة بتترتب عليها ممكن يكون الشكل والشكل والجسم آخر حاجة ببصوا عليها. إيه الرسالة اللي تحب تقدميها لكل فتاة نفسها تكون ملكة جمال؟ نفسي أقول لها إنه أنت أصلاً أوريدي ملكة من غير ما يكون عندك لقب ملكة وأنت أوريدي مميزة وأنت أوريدي كيبابل وقادرة تعملي أي حاجة أنت عايزاها ما عشان أنت بت أو أنت في بيئة معينة وكوميونيتي معينة يزرعوا فيك إنه أنت ما حتقدري أو إنه لا دي ما بشبهك. لا أنت لو أنت قادرة تحلمي وتتخيلي نفسك في مكان حتوصل إليه وعمرك وحياتك it's one time مرة واحدة وانتي مخلوقة ربنا خالقك كائن واحد مميز جدا فما تبخلي على نفسك بحاجة حققي أي حاجة انت دايراها واستمري ما تسمعي يعني لأنه دايما اللي بيقول لك كلمة نيجاتيف ده لأنه هو نيجاتيف. تسبيح بجد كل التوفيق ونورتينا في إكسبلور. تسلمي حبيبتي شكرا نورك. مشاهدينا مستمرين معاكم في إكسبلور فاصل سريع وهنرجع أنا وأديب عشان تعرفوا معانا أقوى توب 10 لأفضل الأغاني استنونا. ويا مرحبا بكم من جديد. الحين وصلنا لآخر فقراتنا لليوم اللي بنخبركم فيها شو هي التوب 10 للأغاني حسب منصة بيلبورد لهذا الأسبوع. البداية بتكون مع المركز العاشر من أغنية تيك تيك للفنان البلجيكي ذو أصول مغربية ديستينكت. تيك تيك حققت على اليوتيوب 60 مليون مشاهدة خلال 11 شهر. ديستينكت تميز بأعماله الفنية لدوم تتصدر الترند. ونروح للمركز التاسع واللي كان من نصيب أغنية سبب فرحتي للفنانة أصالة نصري والفنان أحمد سعد واللي استمرت في مركزها التاسع للمرة الثانية على التوالي. الأغنية صارت ترند في كتير من منصات السوشيال ميديا وحققت الأغنية 44 مليون مشاهدة خلال شهرين بس من ما وقت ما نزلت. يا سبب فرحتي يا ما سمني سكتي بتهوي وانا جنبك مش هميل انا ليك بنتمي. اما المركز الثامن حصل عليه الشاب خالد باغنيته الشهيره سيلابي
هاي الأغنية اللي دوم تتواجد في قائمة الأغاني العشر الأولى، وحققت سيلابي في خلال 11 سنة ما يزيد عن 448 مليون مشاهدة. والمركز السابع اللي كان من نصيب أغنية الشامي صبرة، واللي تراجعت بعد أن كانت الأسبوع الماضي في المركز السادس، وقد حققت الأغنية 73 مليون مشاهدة خلال شهرين من وقت ما نزلت. صبرة 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 لروحي وربي يعلم صبرة، كل حزن علاجي خسرة يا قلبي اسمع. والمركز السادس كان من نصيب واحدة من أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، اللي لاقت أصداء منذ طرحها وهي أغنية الوتر الحساس، واللي تراجعت بعد ما كانت في المركز الرابع الأسبوع الماضي. أغنية الوتر الحساس حصلت على 271 مليون مشاهدة خلال 5 سنوات من وقت ما نزلت. الأغنية من كلمات الشاعر السعودي سعود الشربتلي وألحان محمد رحيم. مستمرين مع أغاني شيرين عبد الوهاب وأغنيتها كلام عيني، واللي احتلت هذا الأسبوع المركز الخامس، وتجاوزت مشاهدتها خلال 5 سنين 69 مليون مشاهدة. الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان حسن الشافعي. واحتلت المركز الرابع أغنية ما في ليل للفنان نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. أغنية ما في ليل تدخل قائمة التوب 10 للمرة الأولى، وحققت الأغنية 14 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من وقت منزل. أغنية ليل الفنان دي ستانكت بأغنيته اللي حققت ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا، واللي حققت على اليوتيوب خلال 4 أشهر 41 مليون مشاهدة. وننتقل للمركز الثاني، واللي كان من نصيب أغنية قل لي متى لسعد المجرد والفنانة الهندية شاريا غوشال. وتراجعت الأغنية هذا الأسبوع بعد ما كانت في المركز الأول الأسبوع الماضي، وقد حققت خلال 9 أشهر 325 مليون مشاهدة. والمركز الأول كان من نصيب صاحب الصوت والإحساس المميز تامر عاشور بأغنيته هيجيلي موجوع، واللي وصلت إلى 85 مليون مشاهدة خلال 3 شهور من وقت ما نزلت. وبالتأكيد أغنية هيجيلي موجوع لها إحساس وشعور مختلف في قلوب محبي تامر عاشور. الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي. وهنا مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. انتظرونا الحلقة الجاية، لأن أكيد هيكون معانا أخبار وترندات كتيرة. وكالعادة أحب أقول لك، إذا كنت مهتم تعرف شو الترندات الجديدة فلا تلف ولا تدور، خليك مع إكسبلور.